أكدوا على إدانتنا الشديدة موقف رئيس الحكومة. موقفه اليوم كان مخزي تماما. اليوم رئيس الحكومة ظلم امرأة مسكينة مرة أولى كيمنحها ولم ينجدها، منحها من السفر ولم ينجدها، و ثم آذن باش يحلوا فيها تحقيق أو بحث في فرقة مكافحة الإرهاب، ومن بعد مشى الضامن مع البلطجية ومع المجرمة اللي جاوي يعني لوثوا بالنهاية، لوثوا مطار تونس كارتاج، واعتداوا على نواب الشعب المنتخبين واللي عطاوك جزء من الثقة اللي انت اللي اليوم للأسف يعني ما كنتش قدها. قبل ما نختم نحب نشكر الأمنيين اللي وفرونا اليوم الحماية، لأنه احنا رانا فرقوا بين الناس اللي يحترموا الأمانة ويحترموا يعني واجباتهم، واللي يحترموا القانون ويحترموا نواب الشعب، وبالنهاية احترام نواب الشعب هو احترام للشعب، لأنه الشعب احنا اكتسبنا الصفة بالشعب، مش جبناهاش معانا الصفة هذية. وطبعا العشرات من الأمنيين يعرفوا اللي احنا واقفين معاهم في المجلس، وقفنا معاهم في المحاماة قبل، ونعرفوا الأمني وقت اللي يتضرب يلقى كان المحامين ويلقى طوى كان النواب، ويعرفوا اللي احنا المعزولين ظلما، وكري معزول خاطر يصلي وناخر خوه إمام جامع وهم بالعشرات باش ما نقولش أكثر. يعرفوا لي نواب ائتلاف الكرامة من أول الناس اللي يقفوا معاهم واللي دافعوا عليهم وعلى المؤسسة الأمنية الشريفة النظيفة، مشكل العصابة اللي فأنا نجدد التحية اللي اليوم وفرونا الحماية، ونشكر نخص بالذات يعني رئيس المركز رئيس المحافظة وأعوانه والضباط غادي اللي من اللي مشينا اللي خرجنا معنا معهم حتى إشكال إطلاقا. الإشكال أثرته أساسا النقابات اللي تحب تسجل أهداف سياسية وتحب تخدم اللوبيات اللي تصرف عليها، فنشكرهم الكل. كلمتي الأخيرة للشعب، راهو خطابنا دوري نافون شكون الشعب التونسي، رانا غسلنا يدينا من الحكومة ومن الناس اللي تحكم، وغسلنا يدينا من الناس اللي رافضة دولة القانون وما تحبش تحترم حرية التوانسة. احنا خطابنا مش يولي دوري نافون التوانسة للشعب التونسي الناخبين الأنصارنا، رانا انتوما اللي اعطيتونا الأمانة هذه، واحنا نعتبركم انتوما عرفاتنا، وكل شيء باش نفوضوه لكم انتوما. قد ندرس أي تحركات أخرى في علاقة بالإجراءات الظالمة هذه وفي علاقة بال